حاكم اليمن لأكثر من 3 عقود، حاشد خلالها 100 الطائرات الحربية وألاف الصواريخ البالستية من الاتحاد السوفيتي وحتى كوريا الشمالية، ولم يكن يعلم صالح أن هذه الترسانة بعد رحيله ستحاصر إسرائيل وتضرب عمقها وتجعل منه أكثر حكام العرب كرها لدى جنرالات الاحتلال. دعم صدام حسين في حربه مع إيران ب10 ألوية ودافع عن غزوه للكويت، وتحالف مع إيران وجماعة الحوثي التي أنهت حياته. في هذه الحلقة عزيزي المشاهد نكشف لك خفايا وتفاصيل رحلة علي عبد الله صالح، جندي المدرعة الذي ترك خلفه قوة سوفيتية ترعب الخليج وإسرائيل. تابع الحلقة حتى النهاية. علي عبد الله صالح هو الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية، وتعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن. ولد صالح في مارس عام 1942 في قرية بيت الأحمر بمنطقة سنحان في محافظة صنعاء لأسرة فقيرة تعمل بالزراعة، وهو نفسه كان يعمل برعي الأغنام. تلقى تعليمه في كتاب القرية، وعندما بلغ 16 انضم إلى القوات المسلحة، وواصل الدراسة أثناء الخدمة في الجيش، ثم التحق بمدرسة ضباط الصف عام 1960. ومنذ أن كان جنديا عاملا بالجيش اليمني شارك صالح في ثورة سبتمبر 1963، كما شارك في الحرب الأهلية التي وقعت عام 1970 بين الجمهوريين والملكيين وأصيب فيها. وعندما وقع انقلابا عسكريا عام 1974 كان علي عبد الله صالح قائدا عسكريا مشاركا في الانقلاب، وبعدها بعام أصبح القائد العسكري للواء تعز وقائد معسكر خالد بن الوليد. وفي أواخر العام 1979 تعرض علي عبد الله صالح لمحاولة انقلاب فاشلة، ليقرر الرئيس اليمني الاعتماد على أهل الثقة وأسرته وإعطائهم مناصب قيادية في الجيش، وشارك في ثورة سبتمبر عام 1963، والتحق بمدرسة المدرعة عام 1964 ليتخصص في سلاح المدرعات. كما التحق صالح بالجيش وتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة اليمن الشمالي عام 1978. ظل علي عبد الله صالح طوال 3 عقود من الزمن يعقد عملية شراء لأنظمة صواريخ بالستية ومجنحة من الاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية كسلاح ردع دون الحاجة لاستخدامه. كدس خلالها آلاف الصواريخ التي سلمها للحوثيين بعد تحالفه معهم. جميع هذه الأسلحة نستعرضها لكم في هذا الفيديو. القوة الصاروخية. تعتبر الترسانة الصاروخية اليمنية واحدة من أضخم الترسانات في المنطقة العربية، ويأتي في مقدمتها صواريخ أوتي أرتوشكا السوفيتي بمديات مختلفة تتراوح بين 70 إلى 120 كيلومترا. يليها صواريخ فروك 7 والتي يصل مداها إلى 150 كيلومترا ومزودة برأس حربي يزن 750 كيلوغرام. ويمتلك الجيش اليمني أكثر من 200 صاروخ من طراز سكود السوفيتي والتي يصل مداها لأكثر من 300 كيلومتر، إضافة لعشرات الصواريخ من طراز هواسونغ 5 الكوري الشمالي بمدى يصل إلى 320 كيلومترا، وبعدد أقل صواريخ هواسونغ 6 بمدى يصل إلى 700 كيلومتر. وقدمت إيران للجيش اليمني عقب التحالف مع الحوثي دعما عسكريا مهولا كهندسة صواريخ قدس 4 البالستية والتي تصنع محليا ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وهي مزودة برأس حربي يزن 600 كيلوغرام، وبصورة مماثلة صواريخ غدير التي يمكن اعتبارها نسخة طبق الأصل عن الصاروخ الإيراني شهاب 3. وكان أخطر الهدايا الإيرانية للحوثي هو صاروخ طوفان، وهو باليستي تصل سرعته ل 4.5 ماخ، وهو أقرب ما يكون للصواريخ الفرط الصوتية، ويبلغ طوله 16 مترا وقطره 1.5 متر، ويمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو صوامع متحركة تجاه أهداف على بعد 1950 كيلومترا، إضافة لصواريخ صقر 358 المضادة للطائرات على ارتفاع 12 كيلومترا وبمدى يصل إلى 90 كيلومترا. القوات الجوية. بلغ عدد العاملين في سلاح الجو اليمني في عهد علي عبد الله صالح
إلى 8000 فرد إلى جانب 247 آلية جوية تضم طائرات سو-22 والإصدار الأحدث منها سو-22M3 وطائرات ميك-23 وطائرات L-39 ومروحيات من طراز مي-8 ومي-16 ومي-24 إضافة لطائرات نقل وإمداد موزعة على 5 قواعد وهي قاعدة الريان في المكلا وقاعدة الحديدة الجوية وقاعدة التعز وقاعدة عتق في شبوة وقاعدة العند في لحج. ومع سقوط علي عبد الله صالح لمع نجم سلاح المسيرات اليمني واختلفت الأقاويل حول مصدر تلك الطائرات حيث يدعي الحوثيين أنهم يصنعونها بأنفسهم، لكن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الطائرة تحتوي تكنولوجيا إيرانية خالصة، والعديد من هذه الطائرات عبارة عن نسخ محلية الصنع ومشابهة لتلك المصنوعة في إيران. يمتلك الجيش اليمني عشرات الأنواع المختلفة من الطائرات المسيرة، منها ما قدمته إيران كدعم عسكري وآخر أعيد إنتاجه محليا بناء على هندسة طائرات إيرانية. وعلى رأس هذه المنظومة تأتي طائرة أبابيل 3 الإيرانية والمخصصة للأغراض القتالية وعمليات السطع والتجسس، وبإمكان هذه الطائرة التحليق بسرعة 200 كيلومتر لمدة 16 ساعة متواصلة وعلى ارتفاع يصل إلى 5000 متر وبمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، وباستطاعتها حمل قنابل موجهة بالليزر بوزن إجمالي يصل إلى 1200 كيلوغرام. وتعتبر طائرة واعدة الانتحارية الأكثر انتشارا لدى الجيش اليمني، وهي نسخة مشابهة لطائرات شاهد 136 الإيرانية بمدى يصل إلى 2500 متر. يليها طائرة سماد بأربع أجيال مختلفة يتراوح مداها بين 500 و2000 كيلومتر، وجميعها تأتي برأس متفجر يزن 250 كيلوغرام. معارك خاضها علي عبد الله صالح. قبل المعركة الأخيرة التي انتهت بمقتله، خاض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح العديد من المعارك منذ أن كان جنديا عام 1963، كما شارك في الحرب الأهلية التي وقعت عام 1970 بين الجمهوريين والملكيين وأصيب فيها أيضا. وعندما وقع انقلاب عام 1974 كان علي عبد الله صالح قائدا عسكريا مشاركا في الانقلاب، وبعدها بعام أصبح القائد العسكري للواء تعز وقائد معسكر خالد بن الوليد. وفي أواخر عام 1979 تعرض علي عبد الله صالح لمحاولة انقلاب فاشلة ليقرر الرئيس اليمني الاعتماد على أهل الثقة وأسرته وإعطائهم مناصب قيادية في الجيش. وفي يونيو 2011 حيث النهاية تعرض صالح لهجوم استهدف مسجد القصر الرئاسي، وفي اليوم التالي سافر إلى السعودية لتلقي العلاج وعاد إلى اليمن بعد إتمام العلاج. كيف وصل علي عبد الله صالح إلى الحكم؟ تدرج علي عبد الله صالح في رتب الجيش الجمهوري وبرز نجمه عقب الانقلاب الأبيض الذي قام به الرئيس إبراهيم الحمدي لينهي حكم الرئيس عبد الرحمن الأرياني. تم تعين علي عبد الله صالح قائدا للواء تعز برتبة رائد. بدأت حكومة الحمدي ببطء ولكن بخطى ثابتة بناء على مؤسسات وتنفيذ برامج إنمائية على المستوى المحلي والخارجي، وكون حكومة من التكنوقراط لم تكن كل الشرائح المجتمعية سعيدة بتوجهات الحمدي ومحاولة تغييب البنى التقليدية السائدة والالتزام بالمبادئ التي قامت من أجلها ثورة 26 من سبتمبر، فتم اغتياله في ظروف غامضة لم يبت فيها. تولى أحمد الغشمي رئاسة الجمهورية عقب اغتيال الحمدي، ولم تمض 8 شهور حتى اغتيل الرئيس الجديد بحقيبة مفخخة. بعد مقتل الغشمي تولى عبد الكريم العرش رئاسة الجمهورية مؤقتا، وأصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة ورئيسا للجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس رئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في 17 من يوليو 1978 برتبة مقدم. تحالف الدم بين صالح وجماعة الحوثي. النزاع الأخير بين صالح والحوثيين تاريخي. كانت الحكومة اليمنية قبل عدة سنوات
تنظر إلى جماعة أنصار الله باعتبارها عميلة لإيران وتسعى للانقلاب على السلطة. فقد اندلعت معارك بين حكومة صالح من جهة وأنصار الله في صعدة عام 2004 عندما اعتقلت السلطات اليمنية الزعيم الحوثي حسين الحوثي بتهمة إنشاء تنظيم مسلح داخل البلاد والسعي للانقلاب على النظام الجمهوري. وخلال أحداث الربيع العربي أثبت علي عبد الله صالح أنه الأكثر عنادا ضمن الزعماء العرب. وبعد أن أخفقت الثورات في أكثر من بلد عربي، تحالف صالح مع الحوثيين في 2014 لإخراج حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السلطة، وسمحت الحصانة لصالح بلعب دور مهم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين في السيطرة على العاصمة في سبتمبر من العام 2014. بعدها بسنوات تصاعدت حدة الخلافات والتهديدات بين صالح والحوثي بعد إعلان الرئيس اليمني السابق استعداده لفتح صفحة جديدة مع التحالف بقيادة السعودية، فيما رحب التحالف بقيادة السعودية بتصريحات صالح التي ستخلص اليمن من سلطة جماعة أنصار الله. بعدها بأيام اندلعت مواجهات عسكرية على الأرض في صنعاء بين الحليفين السابقين، أوقعت مئات القتلى والجرحى وانتهت ببيان لأنصار الله أعلن فيه عن مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 4 من ديسمبر عام 2017. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل كان سيقصف علي عبد الله صالح إسرائيل لو كان يحكم اليمن حتى الآن؟